يردون اراضي قياده الشرطه. ليش خطيه باب جيش تحددت لهم وقفه الاراضي؟ صحيح. الجيش يريد اراضي، انتهت اللجنه، اراد المحافظه ان يوزع. دع شهر تدقيق، يعني ربط الاراضي يجوز بالانتخابات؟ هاي مصيبه. النزاهه خلصت والرقابه ورجعت تدقق، وشنو هي؟ معامله قسم الاملاك عدم استفاده، صح لو لا؟ هسه اطلع على محاضر التخصيص على المعاملات كلها صحيحه، شنو لك مخالفات؟ والله انا مستعد ارفع دعوه توزيع الاراضي. قبل اسبوعين التقيت بمدير الرقابه الماليه، زرت الرقابه الماليه على الاراضي. انا طبعا تجينا الناس تريد توزيع اراضي، السيد المحافظ حاليا يخصص اراضي. طبعا تدرون بشكل الانتخابات قررت المحكمه التحاديه اجراء تحقيق تدقيقات من قبل النزاهه والرقابه مشتركه، يعني مشتركه على الاراضي. نعم، انتهت اللجنه، انتهت اللجنه، اراد المحافظه ان يوزع، قاموا بارسال لجنه اخرى من الرقابه الماليه. زين، الرقابه الماليه كل شيء بيه جلبه ماليه، الاراضي امور اداريه. طبعا انا سالت مدير الرقابه، قال لي حتى الامور الاداريه احنا نتابع، لكن ماكو يعني متابعه بدون سقف، هذا اضرار للمواطن البصري. المواطن البصري يريد ارض، منتظر والله منتظر فارغ صبر، اكثر الناس منتظر الارض. فقال لي بعد اسابيع او بعد شهر، لحد الان احنا من خلصت انتخابات لحد الان ايش قصرنا؟ تقريبا 11 شهر. 11 شهر تدقيق، النزاهه خلصت والرقابه ورجعت تدقق، وشنو هي؟ معامله قسم الاملاك عدم استفاده، صح لو لا؟ كتاب تمليك للطاب وتسجيل، شنو هو؟ محضر تخصيص وقع المحافظ ويرسل الى بغداد وكامله وكلها. انا حسب كمحققه سابقه اعرف الامور والمخالفات، هسه اطلع على محاضر التخصيص على المعاملات كلها صحيحه، شنو لك مخالفات؟ زين برايك ايش وقت انتهاء حتى المواطنين؟ يعني انا بالنسبه لي انتظر الرقابه الماليه شهر او شهر ونص، لدي اجراء كنزاهه، يعني احنا ما نقبل المواطن البصري يضر والرقابة لديها الباب المفتوح. يعني كثير المواطنين كثير من الشرائح ما متوقف يعني أراضيهم بسبب الأمور اللي هو يمكن ما بعيد عنه. هذه رسالة من خلال شيء المواطن اللي دائما بصراحة يصادفنا يسأل يقول. أنا يوميا يجوني، يوميا يجوني على أراضي ومنقورة عن الناس. خلل يعني. ليش الناس ما عندها بيوت تريد تبني؟ صح لو لا؟ صح. عندنا الشرطة خطية يردون حددوا لهم باب زين. يعني قيادة الشرطة أنا يردون أراضي قيادة الشرطة، ليش؟ خطيه باب جيش تحددت لهم وقفه الاراضي. صح. الجيش يريد اراضي. صح. مفروض مستحقين، مستحقين قياده الشرطه. يعني يردون الاراضي، ليش انت الرقابه الماليه؟ قل لنا شنو الخلل حتى تنحل، ظهري باعلام للناس. نعم. ماكو هيك يعني حتى المواطن يكون على بيه 10 يعني. اهر تدقيق. نعم. شنو لقيتوا بها؟ نعم. او انا يعني اذا استمرت اشهر باقيه انا لدي راي اخر، والله انا مستعد ارفع دعوه يعني بها اجندات هاي الرقابه اذا هيك. هذا يعني ربط الاراضي يجوز بالانتخابات؟ هاي مصيبه، ربط التعيينات بالانتخابات انا اعتبرها مصيبه بالعراق هاي، والله العظيم. يعني المواطن ما له ذنب، يعني المواطن مو هيك هي. فاحنا الاراضي جاي اتابعها انا وزرت الرقابه الماليه، ننتظر السيد مدير الرقابه الماليه هذا الشهر ولدينا اجراء طبعا.